أكد مشايخ ووجهاء وأبناء مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية، كما أكدوا خلال لقاء قبلي وتسيير قافلة غذائية استعدادهم للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. نادي الحاسم هو العهان، الصبر ميقات والنصر ميقات، سما المعارك بالرصاص واشعلوها من بطن مطراوي ومجرى الكباعات، كتايب الموت اقبلت وزعوها متلحفه للغزو في كل جبهات، عهد الولاء بدماغها. ابناء قبيله بني الحارث بالعاصمه صنعاء من جادوا بانفسهم واولادهم وأموالهم دفاعا عن الوطن وترابه الطاهر من الغزاة والمحتلين السعودي الأمريكي وحلفائهم، ها هم اليوم يواصلون صمودهم وتحديهم أمام وجه هذا العدوان بإقامة وقفة احتجاجية مصحوبة بقافلة غذائية ومالية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية ورفضا لاستمرار العدوان على بلادنا. اليوم وقفة احتجاجية لمديرية بني الحارث قبيلة بني الحارث مع قافلة غذائية، وهذا القافلة المقدمة للجيش واللجان الشعبية المرابطين في شرف البطولة والعزة والكرامة. ما من أحد في مديرية بني الحارث وغيرها من المديريات أمام العاصمة إلا ويتبرع ويجود من دمه لدعم الجبهات بالمال وكذلك بالسلاح. اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية نقدم رسالة أبناء مديرية بني الحارث والساكنين فيها إلى كافة أعداء هذا الشعب بأننا نحن أبناء مديرية بني الحارث سوف نبقى وسنظل أوفياء مع شعبنا، سوف نظل نرفض الجيش واللجان الشعبية بالمقاتلين البواسل والأشداء، وخاصة في أيام العيد لا يظن المرتزقة وعملائهم بأننا سنغفل عما حصل في العام الماضي. المشاركون في الوقفة أكدوا أيضا استمرارهم برتل الجبهات القتالية بالرجال والمال حتى تحقيق النصر، كما أكدوا استنكارهم للصمت المتواطئ لمنظمة الأمم المتحدة إزاء جرائم العدوان بحق الأبرياء. ندين موقف الأمم المتحدة وتلاعبها من وسكوتها على جرائم تحالف العدوان على الذي يقتل أطفال اليمن، وما وتلك وهذه المواقف الأخيرة التي صدرت منها إذا أنبأت عن شيء فإنها تنبئ عن أنها عاجزة. لماذا يدكوا طرقنا؟ لماذا يدكوا مدارسنا؟ لماذا يدكوا مستشفياتنا؟ لماذا يقتلوا أبناءنا ويضربوا أسواقنا والعالم جالس متفرج؟ بفضل من الله نمتلك القوة والعزيمة التي تجعلنا نستمر في هذا الوقوف حتى لو استمرت الحرب مدى الحياة. هكذا هي القبائل اليمنية تؤكد يوما بعد آخر على غيرتها وحميتها ورفضها للظلم والضيم، باذلة الغالي رخيصا دفاعا عن تراب هذا الوطن الطاهر. أبناء بني الحارث من جادوا بأنفسهم وأولادهم فداء لهذا الوطن، ها هم يقدمون القافلة السادسة دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية تأكيدا منهم بأنهم ماضون في نفس الدرب، درب المسيرة القرآنية. لقناة اليمن من اليمن، مروان العصامي، صنعاء.